الجهود الأمريكية للتواصل مع الحوثيين لتبريد الملفات، استعير هذه الكلمة من السيد محمد المذحجي، وحديث الولايات المتحدة عن تشكيل حلف دولي تنخرط فيه عدد من الدول الخليجية وكذلك الدول والعواصم المؤثرة بالعالم، هل هذان المساران يتقاطعان أم يسيرا بالتوازي حتى النهاية؟ لا يسيران بالتوازي، لأن هذه فكرة أمريكية قديمة حتى حدثت في العراق. يعني حين تريد أن تحارب الإرهاب فأنت تحاول ما يعرف بتدوير الصراع مع الإرهاب. أمريكا تريد أن تنسحب من المنطقة، وبالتالي يجب أن يشكل حلف عربي سني ما بحيث أنه يواجه، ليس من أجل الحرب ولكن لمنع درء هذه الحرب، لا سيما وأنني أرحل. هذه واحدة. الأمر الثاني أن موضوع أرامكو أكبر بكثير من صراع إيران وميليشياتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا موضوع اقتصاد عالمي، موضوع جيوستراتيجية جديدة، موضوع يعني محاولة إجهاض والفتت في عضد المملكة العربية السعودية حتى لا تبيع أسهم أرامكو بشيء من الارتياح، لأن من الذي سيشتري أسهما في منطقة أو في شركة غير مستقرة ومهددة وإلى آخره. الأمر الذي أريد أن أتحدث عنه في تبريد العلاقات، كان أحد بنود الملف للتهدئة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو تعويض السعودية لليمن بمليارات الدولارات لإعادة بنائه من جديد. هذه كانت واحدة وكانت نقطة خلافية. الأمر الثاني، مكان انعقاد هذه المحادثات بين قوسين السرية، هل سيكون في سلطنة عمان أم في منطقة أخرى؟ الأمر الثالث، هل هذا سيؤدي إلى انفراج ومعالجة مختلف مشكلات المنطقة أم أنه سيكتفي بمسألة اليمن والسعودية والحوثي فقط؟ أمريكا تريد حلا شاملا، لأنني كما قلت لك هي تريد أن تترك هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن. طيب.